السؤال الثامن: كنت أرسم وبعد ذلك سمعت أن الرسم حرام، أي رسم ذوات الأرواح، فتوقفت. وحينما أخبرت من معي في المدرسة قالوا إنه هنالك أشياء يجوز رسمها. وأسئلتي هي: هل رسم ملامح الوجه دون رسم تكملة الوجه كالعينين فقط أو الأنف فقط أو الفم فقط يكون حلالا بسبب أنه لا يكمل صورة ذوات الأرواح كاملة؟ هنا لا حرج، الرسم كالوجه المبتسم مثلا فقط، أو الوجه الذي لا يكون دون عينين لا تبدو عليه ملامح الخلقة البشرية، هذا لا حرج في رسمه والله أعلم. هل رسم الجسد دون رأس أو من غير وجود ملامح الرأس يكون حلالا؟ الأولى تركه. وبعض فقهائنا حينما ذكروا الثوب الذي يكون فيه الرسم صورة ابن آدم، بعض فقهائنا قالوا إن أمكنه طمس الوجه أو طمس الرأس فيجوز له أن يصلي بذلك ولا حرج عليه، وعلى هذا لا حرج بإذن الله تعالى في مثل هذا الرسم. هل رسم اليدين حلال أو أي عضو من جسم ذوات الأرواح دون الوجه؟ نعم جائز إن كانت الحياة لا تقوم بمثل هذا العضو والله أعلم. عند رسم غير ذوات الأرواح كالمسجد أو الأماكن الطبيعية هل هو حلال رسم ذوات الأرواح فيه دون رسم الملامح أو التفاصيل؟ نعم لا حرج في ذلك أن يرسم المسجد مثلا. الآن تجدون في كثير من اللوحات الإرشادية يرسم فيها دائرة للرأس دائرة فقط، وللعضو كالخط كذا، ولليد ولليد الثانية كالخط، وهكذا القدمين. هذا ليس بشرا خالصا، ولذلك لا حرج عليه بإذن الله، سواء رسم عن طريق الحاسوب أو رسم عن طريق اليد كله لا حرج فيه والله تعالى أعلم.